بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعداء دوما بهذا اللقاء المتجدد الذي يجمع بيننا وبينكم في رحاب الإيمان، سائلين المولى عز وجل أن تحفنا وإياكم الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله جميعا في من عنده. اليوم نتحدث عن موضوع له علاقة بشكاوى الناس، موضوع المرض، الابتلاء بالمرض. قطاع الصحة نعلم بأن المسؤولين عليه يقومون بجهود كبيرة، ولكنهم غلبوا، والناس يشتكون من قلة الخدمات الصحية، ويشتكون من غلاء فاتورات التطبيب والدواء، والبعض حينما يصاب بمرض أو سقم تجده كئيبا وحزينا ومهموما. نريد اليوم أيها الأحبة الكرام أن نرى الوجه الآخر للمرض، نتحدث عن فوائد المرض، على اعتبار أن هذا المرض فيه رسائل من الخالق إلى المخلوق. هذا المرض قد يكون فيه من الفوائد والعبر والعظات ما الله به عليم. كيف يمكن أيها الأحبة الكرام أن نستشعر معية الله وأنا مريض وأنا سقيم؟ كيف يمكن لقلبي وفكري وكياني أن يخضع لهذا البلاء الذي أصابني؟ كيف يمكن للساني أن ينطلق بالذكر والحمد والشكر على ما أصبت به من لدن خالقي، وهو القائل جل جلاله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشر الصابرين. كيف ينقلب هذا المرض وهذا البلاء إلى بشارة وعوض أن أندب حظ التعيس، وعوض أن ألطم الخدود، وعوض أن أقول كلمات التجريح؟ يصبح لساني ذاكرا لله وقلبي خاضعا لله، وبذلك أحصل على شفاء رباني. هذه وصفة سوف نقدمها أيها الأحبة الكرام، كيف تشفى من الأمراض والأسقام بالإيمان، كيف تشفى من البلاء والويلات بالذكر والاتصال المباشر بين العبد وخالقه جل علاه. كل هذه الأمور سوف نتعرف عليها بإذن الله تعالى بعد أن نرفع آذان الصلاة، صلاة العشاء حسب توقيت الدار البيضاء والنواحي. نرفع الآذان، نقوم جميعا للصلاة التي هي محطة لقاء مع الخالق عز وجل، وبعدها نواصل بإذن الله تعالى. أسأل الله الكريم أن يتقبل منا ومنكم، فقوموا جزاكم الله خيرا لأداء صلاتكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله تعالى منا ومنكم جميعا أيها الأحبة الكرام، ووفقنا وإياكم لأداء الصلاة في وقتها مع الجماعة. ونعود أيها الأحبة الكرام لحلقة هذا اليوم، نتحدث عن المرض الذي هو من الابتلاءات التي كتبها الله عز وجل على عباده المؤمنين. كل شخص له نصيبه من المرض والعلة والسقم، لكن ليس غرضنا هو تشخيص الأمراض والبحث عن أسبابها ولا عن علاجها، بقدر ما نريد أن نركز على فوائد المرض من الناحية الإيمانية، والتي من خلالها ممكن أن تعالج بالإيمان، العلاج بالإيمان. أول شيء أيها الأحبة الكرام، علينا أن نعتقد بأن الله عز وجل حينما خلقنا في هذه الحياة
جعل لنا قضية أساسية نعيش من أجلها وهي الابتلاء، نحن في امتحان. قال رب العزة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الله عزيز وغفور، لماذا خلق الموت؟ لماذا خلق الحياة؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما معنى ليبلوكم؟ أي ليمتحنكم. إذن نحن في دار امتحان، الحياة الدنيا تسمى دار امتحان، دار بلاء، لهذا هي عمرها قصير بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك. ولكي نثبت لله عز وجل مقام العبودية أوصانا بالصبر، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون. من علامات المؤمنين أنهم إذا أصابتهم مصيبة ماذا يقولون؟ إن لله وإن إليه راجعون. للأسف نجد البعض حينما يبتلى بمرض من الأمراض، قد يكون قليلا أو كثيرا، خفيفا أو شديدا، تجدهم يغضبون، يتسخطون، يشكون ولا يصبرون. خصوصا بعض الذين ابتلاهم الله تعالى بأمراض مستعصية، وفي عصرنا هذا ظهرت أمراض مخيفة ومستعصية وتمنها مكلف، أمراض السرطانات وغيرها. تجد بعض الناس ربما قد لا يقبل هذه الشدة وهذا البلاء فيبلغ به اليأس مبلغا عظيما، وتجده عظيم التسخط ودائم التذمر. ماذا يقع له؟ بالإضافة إلى المرض الذي أصيب به يصاب بمرض آخر جانبي، وهو مرض الوسوسة، لأنه ينفرد به الشيطان وكيبقى يوسوس لي في ودنه، كيقول لي شتي انت، الله تعالى تعدى عليك، الله أعطاك هذا المرض، شوف الناس الآخرين مذنبين، شوف الناس الآخرين سكارى ومعربدين ما وقع عليهم والو، وانت كنت عمرك كله وانت من الأتقياء وبعد ذلك أصابك بالمرض بهذا البلاء. كيبدأ إبليس يوسوس للمريض، فتجد المريض بالإضافة إلى أمراض السكري وضغط الدم، أو ربما ضعف بصره، أو ربما أصيب بسرطان، أو كيدير الدياليز، كتلقى إلى جانب ذلك عنده مرض نفسي خطير انفرد به إبليس ووسوس له. نريد أن ننبه الأحبة الكرام أن البلاء ليس علامة على هوان العبد على ربه، بالعكس البلاء علامة على عزة العبد على ربه. ألا تعلمون بأن أقل الناس بلاء شكون هما؟ يا هما الغير المتدينين. غتشوف السيرة ديال الناس المشركين أو الكافرين أو الفجار والمخطئين، غتلقاهم أقل الناس بلاء. دور عينك في العالم، الناس اللي ما كيصليوش، الناس اللي ما كيزكيوش، الناس اللي ما كيقولوش لا إله إلا الله، هادو أقل الناس بلاء، ما عندهم بلاء. ولكن أكثر الناس بلاء شكون هما؟ هم الأنبياء والمرسلين ثم الصالحون أهل الإيمان. ربي عز وجل يقصد أن يبتليهم. قال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي الناس أشد بلاء، قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، ولا يزال البلاء ينزل بالعبد حتى يلقى الله وما عليه ذنب. هذا البلاء أصاب الأنبياء، سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام تعلمون كيف أنه أرمي به في النار، وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. تعلمون سيدنا نوح الغرق في السفينة وضع ابنه، يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. تعلمون قصة سيدنا يونس عليه السلام كيف التقمه الحوت وهو مليم، وكان يناجي الخالق في الظلمات الثلاث، ظلمة بطن الحوت وظلمة جوف البحر وظلمة الليل. وقس على ذلك الأنبياء والمرسلين جميعهم كانوا مبتلين ثم الصالحون. أما المشركين
والغير المتدينين والمخطئين هذو أقل الناس بلاء. لماذا هذا البلاء؟ لأنه تهذيب للنفس وتصفية لها من الشر الذي فيها. كيكون النفس البشرية عليها بحال الصدى، ذاك الصدى باش يحيد لابد من أن يمر العبد بابتلاء. كنعرفوا الحديد إذا أصابه الصدى ماذا نفعل به؟ نرميه في النار لكي يحترق ويشتد ثم يتطاير عنه الصدى. كذلك النفس البشرية، الله عز وجل حينما يريد أن يؤذبها فإنه يصيبها ببعض البلاءات. قال جل جلاله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كل إنسان كل ما كسبت يديه من الذنوب والخطايا طيلة عمره هذاك المرض يغفر له الله. المرض يقول العلماء نقاء وارتقاء، نقاء وارتقاء، نقاء من الذنوب. أنت يا سيدي ويا سيدتي، أنت اللي عندك سكري أو ضغط الدم أو عندك مغص في معدتك أو أصيب لا قدر الله بسرطان أو بإعاقة أو غير ذلك، ذاك المرض نقاء وارتقاء، نقاء من الذنوب، نقاء من الخطايا، وارتقاء في الدرجات، ارتقاء في درجات الجنة. وصدق النبي الرحمة حينما يقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا كرب حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. المحظوظ هو اللي أصابه الله تعالى بأذى. الصالحون حينما يصابون بأذى، بمرض، بعلة، بسقم، لا يتسخط ولا يتضجر، يقول لعل هذه مغفرة لذنوبي. إذا ما عندك ذنوب لعلها ارتقاء في المقامات. هذه اللذة والمسرة والفرحة اللي كتصيب القلب ديال المؤمن كتنسيه الألم ديال المرض وكتخليه دائما كيشعر بأنه قريب من الله. بالعكس الإنسان اللي هو يكون في ضلال وكيخليه الله تعالى هو اللي خصو يخاف على نفسه. في الحديث يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود الناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض في الدنيا لما يرون من ثواب أهل البلاء. يوم القيامة غتشوف المفاجأة السارة. يوم القيامة يوم توزيع الهدايا، توزيع الأوسمة الربانية على العباد، وغتلقى واحد المجموعة ديال الناس كنا نعرفهم في الدنيا، أعطاهم الله مقامات عالية ووشحهم بأوسمة ربانية، والملائكة يضربون لهم ألف سلام. شكون هادوك؟ هادوك كانوا في الدنيا من أهل البلاء، حتى أن الناس كيقولوا: يا ربنا كنت احنا يا غير أعطيتنا شوية من المرض وشوية من السقم باش نبلغوا ما بلغ هؤلاء، لأن المرض ذهب وزال وبقي الأجر والثواب. يود الناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بمقاريض في الدنيا لما يرون من ثواب أهل البلاء. المريض حينما يمرض إنما يقترب من الله، وهذا قرب خالص وخاص بالمرضى، حيت كاين القرب ديال الأنبياء وقرب ديال العباد والزهاد والقرب ديال الصالحين وكاين القرب ديال المرضى. المريض هو قريب من الله والله منه قريب. في الحديث القدسي يقول رب العزة جل علاه: ابن آدم، عبدي فلان مرض فلم تعده، أما لو عدته لوجدتني عنده. الله، يكفيني هذه، يكفيني هذه. ربنا عز وجل كيخاطب ابن آدم: ابن آدم، عبدي فلان مرض فلم تعده، أما لو عدته لوجدتني عنده. الله تعالى أين يكون عادة؟ في كل مكان، ولكن هو عند أهل البلاء، عند أهل المرض. ذاك المريض ربي عنده، لو وجدتني عنده. الله عندك أيها المريض، الله تعالى بجانبك. وكان رب العزة يقول: أنا عند المنكسرة قلوبهم. الناس اللي هما منكسرة قلوبهم، ضعفاء، مبتلون، فقراء، مهمشون، محقورون، ما تخافوش، بالعكس الله معكم. أنا عند المنكسرة قلوبهم. فالمؤمن قد تلقى دائما متألق
ومعنويته مرتفعة، يكفيه أن الله معه. أش بغيت من أكثر من هذا الفضل؟ أش بغيت أكثر من هذه النعمة أن يكون خالقي ذو الجلال والإكرام معي أنا عند، أن يكون ماشي معك، عندك، عندك سبحانك يا جليل. فالعبد بماذا يعرف؟ يعرف إذا صبر عند الشدة. المقامات ديالنا كل واحد يقول أنا مؤمن، أنت غيبا بأنه مؤمن حقيقي، غيبا مؤمن حينما يبتلى، حينما يصاب بشدة من الشدائد. يقول رب العز، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. اللي قال رضيت يا رب العالمين، الله تعالى كيخفف عليه ما نزل، وكيشعر بالراحة وبالطمأنينة، وسرعان ما تدركه رحمة الله. ومن سخط وقال من لي أنا من دون الناس علشان وقع لي كذا، يا سيدي ربي أش بغيتي عندي، يسخط. ومن سخط فله السخط، ربي كيسخط عليه كذلك والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. أما المؤمنون الحمد لله، المؤمن دائما متألق. راه من علامات المؤمن أيها الأحبة الكرام، باش تعرف نفسك واش أنت فعلا مؤمن أو غير مؤمن، شوف رد الفعل ديالك حينما تصاب بشدة أو بلاء أو مرض أو سقم. شوف رد الفعل، إذا كان رد الفعل ديالك بأنك راض بأمر الله فأنت مؤمن. إذا كنت كتنهار وكتقول لهم أنا صافي لفان دي موند، نهاية العالم، هذا علامة على أنك ناقص الإيمان. قال نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابه سراء شكر فله أجر، وإن أصابته ضراء صبر فله أجر، فكل قضاء الله للمسلم خير. دائما فرحان الحمد لله، كله خير، صابني الخير، السراء، النجاح والكسب والحظوة، أنا مسرور أشكر الله تعالى. وإذا أصبت بضرر لا قدر الله أصبر وأحتسب ولي أجر عظيم، فكله خير للمؤمن. المؤمن حينما ينزل به الضر والشدائد والمخاوف، اش كيوقع للإنسان؟ احنا كلنا عارفين هذه القضية، ملي كتجيك المخاوف وكتشوف راس بأنك ضعيف، إلى من تلجأ؟ تلجأ إلى التوحيد، تلجأ إلى ربك، يتعلق قلبك بربك، تدعوه مخلصا له الدين. أي واحد فينا غير كتجي شدة من الشدائد كيبغي يتعلق بشي حاجة نقضه، مباشرة يفيض الإيمان في قلبه وكتبرز في عقيدة التوحيد. الله، يكفيك هذه النعمة، يكفيك هذه الثمرة، أن كل شدة وضر وخوف ينبت فيك نور الإيمان ونور التوحيد، وهناك توصل إلى مقام العبودية الحقيقية. العبودية الحقيقية عند أسباب تهيجها، تهيج العبودية في قلبك. احنا كلنا عبودية لله، ولكن كل اللي عبد ما كيشعر بهاش، كيشعر بخفوتها. ربنا جل جلاله إذا أراد أن يهيج مقام العبودية في القلب ديال المؤمن، كيعطيه هذه الابتلاءات وتعقبها الخشية ثم التعلق بالرب عز وجل. يقول الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك الخسران المبين. الناس مقامات، كاين اللي كيعبد الله سبحانه وتعالى وهو راض بما قسم الله له، ملي كتصيبو شدة من الشدائد يقول حمدتك يا ربي، شكرتك يا ربي، والله عز وجل يبدل تلك الشدة إلى رخاء، يبدل ذلك المرض إلى صحة وعافية، يبدل ذلك الهم إلى نور من الأنوار، وربي سبحانه وتعالى كيبارك له. أما الذي يكون كيعبد الله على حرف، على نقشة، يكون غادي مزيان، عطيه الله المال، الشباب، الجمال، العائلة، الأحباب، الحضوة، ويوم من الأيام الله تعالى حينما يصيبه بشدة من الشدائد فإنه مباشرة يقنط من رحمة الله ويرفض نعمة الله، وبالتالي تجده دائما التسخط على نعم الله جل علا. ففي الحديث أن
عروة بن الزبير رضي الله عنه حينما أصيب بالأكل في رجله ماذا قال؟ اللهم كان لي بنون سبعة فأخذت واحدا وأبقيت ستة، وكان لي أطراف أربعة فأخذت طرفا وأبقيت ثلاثة، ولئن ابتليت لقد عفيت، ولئن أخذت لقد أبقيت. ثم نظر إلى رجله في الطست بعدما قطعت فقال إن الله يعلم أني ما مشيت بك إلى معصية قط وأنا أعلم. هذا نموذج للصحابة، لكن قل صحابة النبي الأكرم، الجيل الفريد، الجيل الذي اختارهم الله تعالى لصحابة نبيه المصطفى محمد رسول الله والذين معه، جيل الصحابة. شوف هذا النموذج، عروة بن الزبير كانت الرجل ديالو أصيب بالأكلة، يعني بحال قلنا سرطان سرع على رجله، والطبيب قال لي لابد أن تبتر القدم، تقطع الرجل. ديك الساعة ما كانش هناك البنج وهذه الوسائل التقنية الطبية المعاصرة. من الوقت اللي بغاو يقطعوا ليه رجليه وهو كيشوف كان يناجي ربه، يا رب أعطتني من البنين سبعة الأولاد فأخذت واحدا وبقيت لي ستة، مات لي واحد قولي ستة. شوف التفاؤل، ما شافش أشضاع، شاف أش باقي عنده. حس بي احنا كثير منا كيوقع لي الإنسان كيشوف أشضاع ليه وكينسى أش باقي عندك. يا رب كان لي من البنين سبعة فأخذت واحد وأبقيت ستة، وكان لي أطراف أربعة فأخذت طرفا وأبقيت ثلاثة. عندي جوج اليدين وجوج الرجلين، عندي أربعة، خذيت شي واحد وبقوا ثلاثة، جوج اليدين ورجل. ومن بعد انظر للرجل ديالو وقال لها إني أعلم ما مشيت بك إلى معصية قط، عمرو ما مشى برجل معصية، ومع ذلك قطعت. لو أنه كان فاسق أو مجرم غادي يقول لك الرجل كتمشي للمعصية وقطعت، هذا هو سرها، ولكن هو دائما يمشي بائلة في الخير، ومع ذلك مسلم الأمر لصاحب الأمر. وسبحانك يا جليل، العبد المؤمن الذي يقبل بهذا الابتلاء ديال المرض الله تعالى يعطيه مقام في الجنة لن يبلغه لا بصلاته ولا بصيامه ولا بحجه ولا بعمرته. هناك مقامات في الجنة عالية عمر الإنسان ما يقدر يصليها، باش تصليها خصك شحال ديال الحجات وديال العمرات وديال الزكوات وتاع الصلوات، ما يمكنش تصليها إلا بماذا؟ بالصبر على البلاء. قال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. هذا إحسان من الله للعبد، هذه رحمة من الله للعبد. الله تعالى ما خلقنا ليعذبنا، وإنما خلقنا ليرحمنا، خلقنا ليجازينا، خلقنا ليكرمنا، حاشا وكلا، أبدا ربنا لم يخلقنا ليعذبنا. وهو القائل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فالإنسان حينما يبتلى بالمرض فإنه أول حاجة كتجي في الحياة أنه يزهد في الدنيا ويطمع في الجنة، لأن المرض ينغص عليه الحياة الدنيا حتى لا نسكن إليها. بعض المرات يسكن إلى الدنيا، يفرح بالدنيا وكيعود من أهل الدنيا، يقول الله تعالى عندك يا عبدي، عندك تغرك الدنيا. إنسان ما كيمتابهش فكيعطي الله ابتلاء ثم ابتلاء، كيقول لي ما تثقش فيها، غدارة هي الدنيا. ذاك المرض يخليك يرغبك في النعيم المقيم عند الجنة. وفي الجنة ماذا يقول رب العزة ملي كيدخل الناس الجنة؟ يقول ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. هكذا المنادي ينادي في الجنة. الهم حد الدنيا، المرض حد الدنيا، ويكفينا وإحنا في الدنيا دار الابتلاء نحصل على المزيد من الحسنات والأجر والثواب. يكفيني بشرى في المرض أن الله معي، يكفيني أن الله معي حينما أمرض الله عندي. فربنا عز وجل لما يقول عبدي مرضت فلم تعدني
فيقول العبد يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول أما علمت أن عبدي فلان مريض فلم تعده؟ فإنك لو عدته لوجدتني عنده معية الله. الله معك أيها المريض، سعداتك أيها المريض، سعداتك أيتها المريضة، الله معك، الله عندك، لوجدتني عنده. والكرامة الثانية هي بشرى عظيمة، هي أن الإنسان كلما مرض عندك تقول ضيعت أوقات فوق السرير وضاعت مني سنوات عجاف، لا ما ضاع لك والو، بالعكس راه كل يوم عندك واحد نصيب عظيم ديال الأجر والثواب، أجرك محفوظ بأمر الله. يقول نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. ديك الصلاة ديالك وديك العبادة وديك السعي في الخير، وخنت جالس فوق الكرسي أو فوق السرير، كل ما كنت تعمل وأنت صحيح مقيم الله تعالى يعطيه لك وأنت مريض سقيم. فالمرض أيها الأحبة الكرام ماشي دائما هو غضب من الله، هو في الكثير من الأحيان قد يكون تمحيص للعباد باش يكونوا دائما في تألق مستمر. طبعا نحن لا نطلب البلاء ولا نتمنى المرض، فالنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم كان يقول سدوا الله العفو والعافية، سدوا الله العفو والعافية، وكان من دعائه أنه يقول اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. هذا من دعاء النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا قدر الله وأصبنا بمرض أو سقمٍ أو شدة، فما عليك إلا أن تصبر أولا وتحتسب ثانيا وتقول اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وفي بصري وفي كل جسدي، وتنتظر الفرج، وسوف ترى بأن الفرج قريب على قدر إيمانك بالله، على قدر خشوعك لله، على قدر أنك مستسلم لأمر الله، خاضع لقضاء الله. الله تعالى يرسل إليك بشائر فيأتي الشفاء العاجل بالإيمان. فأسأل الله الكريم أن يشافينا ويشافيكم، وهنيئا لمن ضاق طعم الإيمان، لأنه حينما يصاب بالبلاء يشرب من مدى، يشرب من رحيق الإيمان، يشرب من رحيق الهداية والرشاد، ويشرب شراب أهل الصفا.